بخير تفضل. انا اسمي ديالك؟ اسمي عتبارة محمد. اييه. انا في عمري 1959. بارك الله. في عمري لقيت انا هاد الجامع والقيادة لقيتهم قدام، كان عندك هذا وكان عندك الجامع، واحد الجامع في تينمل فاش تيصليو الناس ماشي ديال اللي بناو الموحدين، وكان واحد اخر في تاكونتافت وواحد في تافرغوس هما القدام. هادشي اللي عقلت انا في هاد البلاد. دابا انا عندي شي 65 عام ولا 63 عام. كيفاش تعاملتوا مع الفجاعه ديال الزلزال اللي ضرب هاد الايامات؟ انا هاد الزنزال لقاني في الدار البيضاء، مريضة ليا المرأة، كنت في الكلينيك تما، فاش لقاني انا الزنزال هبطت هنا نهار الخميس، نهار الجمعة كاين الزنزال، فاش كان الزنزال رجعت انا البلاد. فاش رجعت تاني وصلني الخبر، دار ليا الولد التليفون قال لك الوالدة توفات، رجعت تاني لمراكش تا تفنى عاد تاني طلعت. الله يرحمه. امين. اشنو من المساعدات اللي تلقيتو دابا؟ تلاقينا مع المحسنين وكل شيء، ما خص حتى شي خير. الحمد لله ما خص. الحمد لله. الحمد لله. الناس ما خصو فراش، ما خصها سميتو، كلنا شربنا كل شيء. دابا هذوك الديور اللي مشخوق، كان اللي مشخوق كان اللي تعلم. ما مات حتى واحد؟ لا. انا عندي ما مات حتى واحد. كيموت بزاف وخصوصا في هاد البراسه مات فين؟ في 56. اييه. كاين الموت بزاف تقريبا، راه غتكون تقريبا واحد 30%. انا فات فات السوق تقريبا 50، راه زعما 30% في كل شيء. وصراحه انا في ديك اللحظه انا كنت في المحل مع سته ديال الدراري، واحد فينا كاين على برا وخمسه ديال الدراري كنا لاعبين بلاي ستيشن مقصرين. وفواحد اللحظه سمعنا المحل كيت سميتو، ما كاين حتى ديك خمسه ثواني خرجنا وتد من المحل، داك الدري اللي كان على برا هرب ودار واحد البوطو مات مسكين. واحد الدري كان معايا راه الدري سات لي رجلي والحمد لله طقت ضربت يعني رجلي الحمد لله. ايوا هادشي اللي كاين. والناس الصراحه راه مكرفسين بزاف بزاف، كاين اللي من ناحيه المحلات، كاين اللي عنده محل تبيع 20 على حسب السلعه، كتكون عنده 40 مليون سلعه 50 مليون، يعني الناس مكرفسين بزاف بزاف. شنو هو النداء ديالكم والرساله ديالكم بالنسبه للاعلام بشكل عام؟ بالنسبه لاش بحالاش؟ رساله او نداء اللي بغيتي تقول بالنسبه للاعلام، شنو هي الحاجه اللي كطالبوا بها؟ الحاجه اللي كنطلبوا هو التعويض، حيت كاين اللي عنده ثلاثه المحلات اربعه المحلات راه كلشي تريب، كاين اللي عنده الدار، كاين اللي خدامين في كتافو كيخدم ديك 60 درهم 70 درهم تريبات لي دابا الدار، راه ما يقدرش يبني باقي ديك الدار يبني من زيرو، يعني راه صعيبه، يعني الناس راه العسل خدامين في كتافو. ايوا هادشي اللي كاين. مبارك اريو كنت قدنا راس ديال الجمعيه تيغزالي التنميه القرابيه المحافظه على البيبي الدوار اريو كنت جامعات غير القياده ثالث يعقوب. كنت انا سيدي حنا في العرس تجمعنا الناس ديال الدوار، تجمعنا في العرس عند في العرس في السطاح ديال الدار، يلاه كانت تعشى، يلاه كانت تعشى، كلينا الطاجين وحطوا لنا داك الصفه داك سميتو، جات الزلزله الناس حنا كيطيحوا الحجر الديور كيطيحوا والغوات والعجاج بالليل صافي، حنا ما كملنا العشاء في العرس العيالات والدراري كنغوطوا كنعيط للناس اخرين نخرجوا الناس من الدوار، جمعنا ناس خرجنا لفوق الدوار بعدا عاد حنا فيقنا وعرفنا واش زلزل، وكيتيحوا الديور والحجر في الجبل، وكنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نعسنا نعسنا غير في الخلع فوق الدوار، حتى واحد ما بقاش في الديور ديالهم، حنا في الجبل عندنا حنا غير الديور ديال التراب صافي. من الصباح لقينا تقطع الضو في البلاصه من اللي سميتو جا داك الشيء، وتقطع الضو وتقطع الماء صافي، كنعسوا في الخلع حتى تسرحات الطريق حتى جا المخزن. ايوا انا دابا في ثلاث يعقوب، حقنت انا سكنت انا عندي المحل في ثلاث يعقوب، الفران ديال الخبز، الفران طرد طاح طاح الفران فيه ثلاثه الناس، واحد تقطع عليه رجل هزوه في الطياره دار لمراكش، واحد مهرج واحد مبليسي، والمحل راه طاح فيها جوج الفران، واحد المونديال الروتاتيف كل شيء 30 مليون ديال الماتيريال اللي فيه، والدار هنا الديور هنا الدار بعدا ديال اللي عندي هنا غير فيها غير مشقوق جاب الله ما طاح، لما تقطع الضو اللي فيه. الحمد لله كنشكر سيدنا وكنشكركم انتم الصحفيين، دابا الحمد لله كل شيء كاين. سي براك كيفاش كتشوف؟ نعم.
كيفاش كتشوف المبادره اللي قاموا بها المغاربه كيتعاونوا مع الناس المتضررين؟ والحمد لله كل شيء كاين خير تبارك الله، كاين الفراش كاين كل شيء وصل تبارك الله، كاين الفراش كاين المواعن كاين البونش كاين المواد الغذائيه كل شيء الحمد لله كل شيء موجود الخير، كاين الخبز موجود الماء تبارك الله. السيد حنا في ثلاث يعقوب ما عندناش الماء، ما عندناش الماء حقا. واخا انا ملي نزلت انا للجبل قد الدار الماء هنا تقطع ديك الليله، مازال الماء كاع ما كاينينش. ايوا هذا الشيء اللي كاين استاذ. كنشكركم. الرساله ديالنا الحمد لله الا كاين شي جمعيات المبادرات يتعاونوا مع الناس يتعاونوا معنا، ماشي حتى نهضر على حتى نهضر على على مستقبلا الحمد لله. الدري دابا ما كيقراش دابا، الدري دابا قال لك الاساتذه قال لك مع الوحده غيدي الدري لمراكش، احنا كنتسنى باش الدري يجي مشى لمراكش. ايوا الحمد لله هذا الشيء اللي كان داير استاذ. كنشكركم. شكرا عمز. شكرا الله يحمد.